السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة يا جماعة إن شاء الله معانا درس جديد، هنعمل ديكور الطوب من غير مقاسات. كل اللي هنحتاجه هنحتاج شوية جليز، تمام؟ دول متلونين بني مائل أحمر، يعني طوب يعني كده. طبعا يا جماعة الجليز اتكلمنا عنه كتير وطريقة التحضير بتاعته والخامات وكل حاجة. ده الجليز أهو، الناس اللي عايزة تشوف العلبة تاني، تمام؟ لكن ممكن تشتري جليز من أي شركة، يعني ممكن في ليدي جليز بتاع جوتن لو أنت مش متوفر ده عندك. كل شركة لها جليز خاص بيها، تمام؟ أي جليز يشتغل عادي. إحنا لونا الجليز طبعا زي ما حضراتكم شايفين باللون بني محمر او لون طوبي، وهنبدا نشتغل بيه. خلينا ندخل بالانترو ونشوف الديكور هنعمله ازاي ان شاء الله. هنبدا يا جماعه مباشره على الجدار بتاعنا. طبعا الجدار بتاعنا يا جماعه مدهون بلاستيك لامع، تمام؟ بلاستيك لامع، بلاستيك لامع اللي هو دهان مائي لامع، طرش بس يكون لامع ايا يكن المسمى بتاعه، المهم يكون الدهان لامع علشان الانجليزي يشتغل عليه. هنبدا باستخدام الفرشه، طبعا مش هاخد اي مقاسات ولا اي حاجه، وهبدا اخد خط كده، ابدا اخد خط كده، تمام؟ وهبدا هنا كده باستخدام نفس الفرشه اللي انا شغال بيها، وابدا بعده كده على طول اخد مثلا واحده تانية كده، ابدا اعمل نفس الحكايه، هنبدا يا جماعه نمشي بنفس الطريقه، تمام؟ واخلي معايا قطعة قماش تكون ناعمة، وابدأ ادق بالطريقة دي. مع الصف الثاني انا اخد كده في النص بين كل واحده والثانيه، ناخد واحده بعد يا جماعه من هنا عمليه التظليل طبعا بالجليز زي ما شفتوا. هنبدا نجيب لون اغمق شويه، اسود او بني غامق يعني، تمام؟ وهنبدا نعمل خطوط كده، كده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الدرس بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين. لو عجبكم يا جماعه الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك شير، لو ما شاركتوش في القناه شاركوا في القناه، فعلوا زر الجرس. شوف حضراتكم على خير ان شاء الله في دروس قادمه افكار قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.